بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19. سؤال من المستمع محمد لاحق الزهراني من الرياض، يقول لي أخ شقيق وهو ميسور الحال وأنا فقير إلى الله، طلب مني في يوم من الأيام أن أقوم بمسح أرض لنا على أن نقيم عليها بيتين، بيت لي وبيت له، ولعدم قدرتي على تكاليف البناء وافقت معه، وقد عملت في بيته حتى أوشك على الانتهاء، فطلبت منه أن نبدأ في بناء بيتي حسب الاتفاق، ولكنه رفض وضرب بالاتفاقية التي بيننا عرض الحائط، علما أنني شاركت في بناء بيته بجهدي وهو بالمال، والأرض التي أقيم عليها البيت عائدة لوالدنا وقد ورثها عن والده، فهل يحق لي أن أطالبه بنصف البيت أم لا؟ وهل يحق لوالدنا أن يعطيه صكا شرعيا على الأرض بعد علمه بما حصل بيننا، أم أستحلفه على عدم الاتفاق بيننا، علما أنه اتفاق شفهي فقط ولا يوجد ما يثبته كتابيا ولا شهودا؟ هذه قضية فيها طرفان، نعم، أو فيها ثلاثة أطراف، أنت وأخوك والوالد، فيها نزاع، وهذا مرده إلى القاضي. عليك أن ترفع بشأن القضية إلى القاضي، والقاضي يتولى فصل النزاع فيها إن شاء الله. هذا السائل مصطفى عمر محمود، مصري يعمل بالعراق، له سؤالان. يقول كان يوجد في قريتنا رجل صالح، فلما مات قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي نؤدي به الصلاة والذي بناه هذا الرجل في حياته، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب مترا وربما أكثر، ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد، فما الحكم في هذا العمل وفي الصلاة في المسجد؟ بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد هذا أمر يحرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا من رواسب الجاهلية، قد كان النصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على مسجدي على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور، لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل، كما هو الواقع المشاهد اليوم، فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على أشدها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع وأن يزيلوا هذه البنايات الشركية وأن يجعلوا المقابر متحدة عن المساجد، المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمقابر تكون لأموات المسلمين، تكون متحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. أما أن يدفن الميت في المسجد أو يقام المسجد على القبر بعد دفنه فهذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك. الحاصل أنه يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسلمين، يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع. هذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بناء المسجد واستعماله مسجدا ثم دفن فيه هذا الميت، الواجب أن ينبش هذا الميت وينقل ويدفن في المقابر ويطهر المسجد من هذا القبر،
ويفرغ للصلاة والتوحيد والعبادة، هذا هو الواجب عليكم. نعم. وقبل إزالة هذه الجثة، وقبل إزالة هذا القبر من المسجد لا تجوز الصلاة فيه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي اتخاذها مصليات، ولو كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يقصد الله عز وجل بصلاته، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم. وكذلك رفعه عن الأرض، كذلك رفع القبر، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبث، نعم، ويكون مسنما حتى يعرف أنه قبر، ولا يرفع أزيد من ذلك، ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير، إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من مثلا الامتهان. لا. أما أن يبنى عليه بناء مرتفعا أو أن يقام عليه مسجدا، فهذا كله من عوائد الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام، فإن دين الإسلام قائم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وسد الطرق المفضية إلى الشرك، هذا هو دين الإسلام الحق. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: أنا شاب متمسك بديني والحمد لله، وقد قررت الزواج من فتاة، ولكن أهلها في وقت الخطبة أقاموا حفلا كبيرا وأحضروا فرقا غنائية، وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك ولم أساهم معهم بشيء في تكاليف ذلك الحفل، ولكني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من لذلك ولو وصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء من الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله؟ أولا نشكر السائل على غيرته لدينه وعلى إنكاره المنكر، ونرجو أن يثيبه الله وأن يثبته على إنكار المنكر. ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج وتخفيف من مؤونته والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة. فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج وإسراف وتبذير، أما إذا اشتملت على منكر وعلى أغاني كما ذكر السائل، أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء ومنكرات، فهذه جريمة أخرى ومنكر آخر. الحاصل أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات لما فيها من الإسراف والتبذير وعرقلة الزواج بالنفقات الباهظة، ولما فيها أيضا وهو أعظم من المنكرات التي تكتنفها. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور. والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلا أيضا من الإسراف والتبذير، أن يجتمع مثلا النساء على حدة ومستورات في مكان صي وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح، فهذا لا شيء طيب وهذا سنة. أما أن يكون هناك حفل مختلط يكون فيه أصوات مطربين مطربات ويكون هناك شيء من المحرمات، هذا لا يقره الإسلام، وهذا فوق كون هذا من الإسراف والتبذير وعرقلة أمور الزواج. فالحاصل أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا، في إنكارك لهذا الصنيع، وعليك أن تستمر في الامتناع منه والإنكار عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن تكون قدوة صالحة لغيرك. جزاكم الله خير.